تعرضت حافلة فريق مولودية البيض لحادث مرور مميت على مستوى دائرة السؤر ولاية تيارت، حيث أودى بحياة مساعد المدرب خالد مفتاح والحارس زكريا بوزيان، بينما تعرض 8 أفراد إلى إصابات متفاوتة الخطورة. وكان الفريق في طريقه لولاية تيزي وازو لمواجهة الشبيبة المحلية في إطار لقاء الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الجمعة 22 ديسمبر.